لقيته. رح أعزل الورم هلأ ومن بعدها رح طالعه، وانت بتسكر على الجرح ماشي. انخفض النبض، وقف. لا رح كمل بسرعة المشرط. مستحيل تنجحي. انت ما تتدخل. انت ما لازم تخلطي بين مشاعرك وشغلك يا اصلي. اليوم كان حظك قوي بس مو دائما بتزبط القصه. لازم تتقيدي بالقواعد. لحد هاي اللحظه مشاعري ما خذلتني ابدا. اذا صار شي يوم وغلطت بتذكر كلامك وقتها ما تاكلها. كيف بيعمل معي هيك؟ كيف بيتجرأ أنه يعمل معي هيك؟ الحقير أكل من خبزي وبالأخير بيخوني. اهدى شوي، لازم نروق ونفكر بعقل، ولازم نلاقي طريقة لنخلص من هالورطة. مين ما كان يلي سارق اللابتوب بيكون هلأ نسخ يلي فيه لهيك روق وفكر. ايديل اسمعي، أنا أخذ احتياطي وعامل برنامج خاص مستحيل يقدروا ينسخوه. المهم يرجع اللابتوب لأنه الملفات ما بيفتحوا غير عليه. فهمت علي؟ هاي فرهاد، لقيت اللابتوب ولا لسه؟ لازم توصل له بسرعة وبأي طريقة كانت. طيب، مصاب قبل ما يقول لي وين. أنا بحاجة لجراح شاطر، أمن لي واحد بس يكون حدا موثوق وما في مشاكل من وراه. دكتورة إبرو يلي عطيناها منحة، بنت ما قالها حدا وبتسمع كلمتنا. لا تخاف، ما رح تسترجي ترفض أي طلب لألنا. طيب كتير منيح. ماشي. خير إبرو؟ شوفي ليش المشفى قايم قاعد؟ خبرونا أنه صاير حادث كبير والشوفير علقان بالسيارة، وقال دكتور الإسعاف ما بيكفي وبدهم معهم دكتور جراح كمان، وأنا بدي روح معهم. ايه انتي مريضة ولحد هلأ حرارتك ما نزلت، كيف بدك تروحي معهم؟ صحيح انا ما فيني روح. اصلي تروحي بدالي؟ طبعا بروح بدالك. يعطيك العافية دكتورة إبرو. ايه انا، المهم ما يكون مكان الحادث بعيد. يلا تفضلي دكتورة. شكرا، يسلموا ايديك، الله يكون معنا. بكفي القدر ياخد قرار ليتنفس فوراً. الحياة رح تاخدك لقدرك كأنك نسمة ريح. انت بتفكر انه صدفة، بس لحظة بتوقف حياتك العادية وبتبلش حياة الحب. القدر هو اللي بيقرر امتى تبدأ قصة حبنا، امتى بتولد وبتكبر او بتموت او بتدوبنا بقلبها. متصاوب؟ شو هاد الدم هون؟ عفوا ما كان قصدي بنوب، بس انت من شو مجروح؟ لازم نخيط الجرح. بعد ايدك شوي. بعدي كيف يعني بعد؟ بدي شوف لك لا الجرح. لا تلمسيني، أنا ما بحب حدا يلمسني أبدا. طيب أنت خيطه. كيف عم بتخيط الجرح من دون تخدير؟ شو ما عم يوجعك؟ خليني خدره.
فرهاد، شو ما عرفت تضربه ضربة واحدة؟ شو وين كانوا إيديك يعني؟ شو قصتك؟ قبل ما تحميني روح بالأول احمي حالك، يمكن وقتها تصير زلمة. ما تتطلع هيك فيني، ما غلطت بكلامي. ليك طلع جبان وبيخاف من خياله، كله بسببك لأنك ما علمته يكون رجال. بس شو بدي أحكي؟ ليك حبيبي، لا تطلع مثل أخوك. قبل ما تحمي ابن الغربة احمي حالك قبل كل الناس، اتفقنا؟ ليك فرهاد، خلي نروح البحيرة، يلا امشي. يا رب، تعال ابني تعال. اسمع شو بدي هلا. زمناته كان في رجال جنب البحيرة، وبالصدفة شاف عقرب أسود عم يقرب على المي وغرق فيها. قام هالزلمة مد إيده لحتى يساعد العقرب، بده ينقذه ويطلعه من المي. قام العقرب لسعه بإيده، رجع مد إيده مرة تانية، قام رجع لسعه العقرب كمان. الناس اللي حواليه قالوا له خلاص بقى، شو قولك فيه، خليه بالمي، شو بدك تضل عم تلسع؟ الزلمة طلع فيه وابتسم، قال لهم يا جماعة، هذا اللسع اللي عند العقرب هو شيء بالفطرة، بس فطرتي بتقلي لازم ساعد. المقصد يا ابني فرهاد انه هالدنيا فيها المنيح وفيها العاطل، اذا مديت ايدك على حدا عاطل بتكون صرت مثله، وقتها بتصير كل الدنيا مليانة بالناس السيئة. مو الحل انك تضرب اللي ضربك، بالعكس الافضل انه وقت حدا بيضربك قل له الله يسامحك، هيك الدنيا بتصير احلى وبيضل الخير موجود. مسيت لشوف. بس يا بابا هاد إلك. لا مو بعد هلأ، اعتبارا من هاللحظة صار إلك. ماشي يا بطل؟ ماشي. قرب لشوف. عم يوجعني بابا. طبعا الجرح رح يوجعك، قرب لشوف. خلي يوجعك، الألم أحيانا بيكون مفيد كتير. أصلاً الرجال الحقيقي بيحب يتألم. عن جد؟ أكيد يا ابني، أنت مو حامل حجر هون، تحكم بقلبك، لأنه الرجال اللي بيتحكم بقلبه حتى لو قطعوا جسمه قطعة قطعة رح يضل قوي ما بيأس. عن جد برافو عليك أنه تحملت، وحتى لخياطة كانت ممتازة. برأيي على هالخبرة مو ناقصك شي لتصير طبيب جراح بدل طبيب إسعاف. ما قلت لي وين انجرحت؟ كنت بحادث تاني قبل هاد الحادث؟ نحن سبق والتقينا بالمشفى شي؟ لا. طيب اشتغلت بتشابا؟ انت شو اسمك؟ على الأغلب إلك اسم. ما الوقت اللي رح نقضيه سوا مو مستاهل نعرف أسماء بعضنا فيه. شو لوين إجينا نحنا؟ شو هاد المكان؟ وين مكان الحادث؟ ليش ما عم بتجاوب لوين إجينا؟ لعند المريض. شو لوين اجينا؟ وين هو المريض؟ تعال، المريض جوا. كيف يعني جوا؟ هون ما في سيارة. بس ما قلت لك انه في حادث سيارة يا دكتورة؟ بس بالمشفى قالوا لي انه في حادث، قالوا لي المصاب على الآن بالسيارة، أنا متأكدة. يمكن ما فهموا القصة بشكل صح. ايه في حادث، بس مو سيارة. تعالي. على مهلك، على مهلك. كيف عرفت القصة وانت اجيت معي من المشفى نفسه؟ بسرعة قلي شو الموضوع؟ انت دكتور ولا لا؟ في شخص عم يموت. مستحيل اسكت عن هالتصرف، رح اشتكي عليكم للإدارة. بالأول عالجي المريض وبعد هيك بنبقى منحكي.
جهزنا كل شيء مشان العمليه، اذا في شيء ناقصك قولينا لنأمن لك اياه بسرعه. انتو مجانين يعني؟ ليش هالزلمه هون ومو بالمشفى؟ كل المطلوب منك تطالع الرصاصه لحتى يضل عايش، مو شيء تاني. تعرفوا انه هالشي مخالف للقانون؟ اذا ما اخذتوا هالزلمه بسرعه على المشفى رح يموت. ساوي العمليه وبس، رح ندفع لك منيح. ما بعمل هيك عمليه حتى لو دفعت مصاري الدنيا. كيف اخذتوا الاسعاف؟ صحي وين راحت؟ اللي وين راحت سيارة الإسعاف؟ تركت شنطايتي جواتها. وين راحت السيارة؟ اللي لشوف وين السيارة؟ أنت عم تفهم علي ولا لا؟ ما بيهمني مين ما كنت تكون، اللي بيهمني إذا ما طلعت من هون فوراً رح خبر أخي الشرطي لحتى يجي يتفاهم معك، عم تفهم؟ يعني أخوك شرطي؟ يعني بيكسر لك راسك. أنت مو اسمك إبرو؟ لا اسمي أصلي. لوين رايح؟ لوين رايح؟ يا ربي شو عم بيصير؟ أنا رح جن. انت كيف بتجيب الدكتوره الغلط؟ اي مو الدكتوره ايبرو. سالت اول ما شفتها قلت لها انت ايبرو، قالت لي ايه. انا بدي شتايتي فورا، هلا فورا. ما تصرخي. بدي صرخ. بلا هالصراخ. اللي كانت مفروض تجي الدكتوره ايبرو، انت ليش اجيتي؟ لأنها مريضة فقلت بشتغل بدالة لأنقذ المصاب. طالما حضرتك جاي تنقذ المصاب فتفضل اشتغل. اللي مين انت؟ الشخص اللي جوا مين؟ ما رح أعمل شيء قبل ما أعرف. واضح إنه ما عندك جواب مقنع لحتى تقلي إياه، لهيك ما رح شارك بهالمهزلة. أنا رايحة فورا. شو هاد يا؟ دكتورة دكتورة، إذا رحتي أبي رح يموت. هاد أبوك؟ عن جد؟ بس واضح إنه عمره صغير. بالضيع بيتزوجوا على بكير يا دكتورة، كأنك معايشة بهالبلد وما بتعرفي عاداته. ليش هو هون لك؟ ليش حضرتك ما أخذت أبوك على المشفى؟ ابن أخي عمره 14 سنة بالغلط قوص عليه، لهيك ما فيني أخده على المستشفى. إذا رحنا الشرطة بدها تحقق، ممكن ينسجن الولد، وأنا ما بقبل بهالشي. معقولة تروحي وتتركي أبي بهالحالة؟ سرقت سيارة الإسعاف؟ وكيف عرفت عن إبرو؟ اللي قرايب بنفس المشفى. مين؟ مين ما كان يكون، أبي بحالة خطرة كتير وأنت عم تحققي معي. رح تعملي العملية وتنقذيه من الموت ولا ما بدك؟ ولا القسم اللي أقسمتي وقت تخرجتي ما بيعني لك شي يا دكتورة؟ وقت مات بابا كان عائلي وما كان في دكتور يساعدنا، فهمت؟ لو ما كنت ضايقة وبعرف منيح هالألم كان ولا حدا ممكن يخليني واقفة عم حاكي. حتى أنت ما تقدرت بعد من وجهي أنت. ابن خالتي شو الوضع؟ خير ان شاء الله؟ لشو عم تمثل عليها؟ اوعك توقعنا بورطه. المهم هلا ادم يضل عايش. هلا خليها تعالجه وبعدين انا بتصرف. حضرتك دكتور كمان؟ انا طبيب بيطري. طيب مع هيك فيك تساعدني بالعمليه؟ من وين جبتوا كل هالادوات اللي موجوده هون؟ نحن كل الوقت بنكون جاهزين. انت اللي ضمدت له الجرح؟ ايه انا. على كل حال النبض عم ينخفض، لهيك لازم نتصرف بسرعة ونطالع الرصاصة.
بدي انقذ ابوك ماشي؟ رح اعمل كل شيء ليعيش. ايه ان شاء الله. نحن ما فينا نغير القدر، بالاخير المكتوب رح يصير. بس المفروض انه يكون عنا امل وما نستسلم. انت ما بتعرف قديش بيكون احساس صعب وقت الواحد بيفقد ابوه فجأة.